مش عاجبك طبعا؟ طبعا مش عاجبني. وانا قلت لك رايي الطبي. انا ايه اللي بتعمليه ده يا سمر؟ بشتغل هدايا. انت ناسه ان انا صحه وفنادق؟ طب انا فنون جميله، اسيب التدريب بقى واروح اشتغل في اتيليه؟ والله بقى اتيليه براوليه كل واحد اضرب اولوياته. وبعدين الشغل مش عيب. انا مش بتكلم في الشغل، انا بتكلم في التدريب. كابتن طلبه زعلان منك. عارفه، بس انا تعبت قوي يا هدايا. انا من ساعه ما رجعت ما سمعتش كلمه حلوه، محدش عبرني. انتي بس عشان خدتي ميداليه مش فاهمه اللي انا بمر بيه. صبر، انتي بطله ودي اول اولمبيات ليكي. طب ما انا خسرت اللي فاتت برضو. هدايا احنا بنتعب قوي، في الاخر مفيش اي تقدير. انا قلت اشوف حياتي، اتجوز، اشتغل، اعمل اي حاجه. انا كده مستقبلي فين؟ هو انتي عايزه ايه؟ عايزه تشتغلي ولا تتجوزي ولا عايزه ايه بالظبط؟ عايزه احس بالامان، عايزه احس ان في بكره، ما يبقاش مصيري كله هدايا واقف على ماتش. كسبته خسرته خلاص، مستقبلي راح. لا طبعا، مصيرك مش في ماتش، بس كل مرحله وليها صعوبتها، وانتي بتواجهي الصعوبه دي دلوقتي. طب ما انا كمان كل نظراتهم ليا مش كفايه كده، هتشتغلي ولا هتتجوزي ولا ايه بالظبط؟ وانا اصلا مش عارفه ارجع وزني تاني. طب ما تغيري وزنك، ايه المشكله؟ ما اقدرش عشان حاجات كتير. استني، يلا يلا اسطى بسرعة، دول بيلعبوا كاراتيه. بقول لك ايه يا بنت دودو، والله العظيم انا حظي في الدنيا زي جوز الحرامية دول. بس انا كنت خايفه عليكي قوي. بس انت ايه، انت اديتي له جامد. ايوه، انا لما لقيتك على الارض قلت انت هتجيبيه، فركزت ان التاني ما يقربش مني. حفظاني. هو احنا ليه ما صوتناش؟ كان ممكن اي حد يجي من جوه. صوت ايه يا صاحبي؟ امال العضلات دي بتعمل ايه؟ اهو يا شيخه اللي ما ينفعش في الاولمبياد اهو نفع في العركه، صح ولا ايه؟ صح. بقول لك ايه، ما تيجي نشتغل بودي جاردات بنات. يلا بينا، حتى دي ما فيهاش اوزان. طب بقول لك بقى يا هدهد الجنان يا رمانة الميزان، بمناسبه بقى الاوزان ايه، انت صاحبي لو عايزني اساعدك في موضوع الوزن ده انا اساعدك. احنا عيال بتوع عضلات مش زيكم وفرافير. معرفش يا سمر، يعني هجرب تاني كده، انا فرصتي اكبر بكتير في الوزن اللي تحت. خلاص جرب يا صاحبي وانا معاك. انت عارف انا سمر بس في الجد سمير. طب انت بقى هترجعي التدريب امتى؟ يا شيخه بقى، يا شيخه بقى قاعدين مفرفشين وبنضحك بقى يا شيخه، ليه النكد ده؟ مش هرجع يا هدية، مش انا مبسوطه في الشغل؟ وبصي مبسوطه قوي. الشغل ده ممكن الف حد يعمله، بس المصارعه دي مفيش حد ولا في مصر ولا في افريقيا زيك. وخلصنا افريقيا وخلصنا مصر، انا كان نفسي في الاولمبياد، مش راضيه تيجي. اموت نفسي انتحر اعمل ايه؟ يا سمر انت لسه صغيره، و2020 مش بعيده. طيب يا هنا من يعيش هدية، انا مبسوطه كده، ممكن تسيبيني في حالي بقى؟ انا مبسوطه يا ستي، كل واحد اضرب ظروف. لا كملي تدريب وبعد كده. يلا حبيبتي يلا نقوم، يلا يلا عشان الناس. يلا هتكملي تدريب بعد كده نشوف هتكملي ولا لا. يلا ندخل، يلا يلا قومي يا حبيبتي، قومي قومي يا تيتا. يلا يلا حبيبتي قلبي، يلا. طب قومي اشيلك. تعبت. يلا قوم. واتش ات.